السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى انه احنا نجي نشيك هنا مثلا اليوتيوب، ندخل على اليوتيوب كمان. اوكي دخلنا على اليوتيوب. في اليوتيوب كل اللي راح نعمله، او ماي جاد شنو هذا؟ ما في يوتيوب؟ او جاد شو السبب؟ محظور اليوتيوب، ما اعرف، يمكن عندي مشكله في النتوركينج. نقدر نعملها تيرن اوف ونرجع للنتوركينج مره اخرى، نعملها كونكت كونكتد انتر. زين لو نجي نكتب جوجل، اوكي شغال. اوكي تويتر ايضا شغال، بس ما اعرف ليش اليوتيوب. شو المشكلة مع اليوتيوب؟ زين لو كتبنا youtube.com يمكن مشكلة بالرابط. anyway تايلور سويفت أحبها جدا. اوكي لاحظ الفيديوهات ايضا تشتغل والصوت ما اعرف يطلع كله لا مليار مليار. ماشي لهنا احنا تقريبا اخذنا فكره واضحه انه كيف ننزل ابلكيشنز وننزل التطبيقات في الفيدورا. طبعا تنصيب التطبيقات ايضا سهله جدا، يعني ما تحتاج كثير اشياء. اضف الى ذلك انه انا اقدر استفاد من شيء اخر. لاحظ الالوان تغيرت، تلاحظ صارت ملونة، يعني أقدر أستخدم الـ DNF DNF install UMX. أوكي لازم root. So Fedora نجي نقول DNF install UMX، أعمل Enter. اليومكس برنامج، طبعا هي جاي من كلمة يوم اللي هو قبل كان بدل الدي ان اف. اعمل له يس. اليومكس هو شلون السوفت وير سنتر، تنزل من عنده تطبيقات وبها تطبيقات كثيرة، يعني حسب الريبوسايتريز اللي انت تضيفهم. طبعا هذا راح نجي فيه دروس قادمة كيف نضيف الريبوسايتريز. فينزل عندك اليومكس، او ماي جاد تعجبني. نجي هنا نكتب UMX، هذا هو UMX extender. حيطلب باسورد لين حينزل البرامج عن طريقه. فهذا هي واجهة UMX. انا ايضا استخدم UMX مرات، يعني في حالة انه استخدم UMX، في حالة إذا نسيت كيف أكتبها، يعني بدل ما أستخدم مثلا يوم أو دي إن إف انستول فلانشي، مثلا أريد أنزل بايثون بس ما أعرف أستخدم مثلا دي إن إف انستول بايثون مثلا، أو أنا أستفد أبلكيشن تطبيق ما أعرفه، فممكن أستخدم اليوم إكستندر لأنه هو جي أو أي، مجرد إنه في البحث مالته أنزله. طبعا هاي في البداية فقط إنه يعمل أبديت تحديث، يعمل الريبوسايتوري للفيدورا، بعد ذلك ما يطلع هذا الأبديت إلا في حالة إذا أكو أبديت.
خلونا نشوف الوقت. تايم 5 دقائق راح نوقف التسجيل نكمل درس السابق درس القادم. السابق شنو؟ مع السلامة.